هذه هي الرشوة الملعونة، ملعون من فعلها. كثير من الناس اليوم خصوصاً الموظفين لا يعيشون إلا على الرشوة، في الشركات، في المقاولات، حدث ولا حرج، في جميع أمور الناس إلا من رحم الله عز وجل. فتنة الرشوة التي أوقعت كثيراً من الناس في أكل أموال الناس بالباطل، أوقعت الناس في الظلم، أوقعت الناس، أخربت نظام الدولة، هي الرشوة والعياذ بالله.